بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض ليسن نمبر 1 في يونت نمبر 3. في الليسن ده كنا اتكلمنا في البارت الاول منه على فكره ان في عالم اسمه مندل، والعالم مندل هو كان الفاذر اوف جينيتكس. كلمه جينيتكس معناها العلم الوراثه، وده الساينس اللي بيعمل سيرشز او الساينس ذات ريسيرش ذا ترانسميشن اوف هيريديتري تريتس، انتقال الصفات الوراثيه من جيل للتاني. وكنا قلنا ان انواع الصفات اللي ممكن تنتقل من جيل للتاني اسمها، او هما نوعين من الصفات، الهيريديتري تريتس، ودي ذا تريتس ذات ترانسميتد فروم وان بيرنت او فروم وان جينيريشن تو انذر، او ترانسميتد فروم بيرنتس تو اوف سبرينج، من الاباء للابناء، ودي كنا بنسميها الصفات الوراثيه او هيريديتري تريتس. او في صفات تانية اسمها اكوايرد تريتس او الصفات الغير وراثيه، وهي الصفات اللي لا تنتقل من جيل للتاني، زي الرايتنج، زي الفوتبول بلاينج، او الكلام ده كله. يا ريت اللي ما اتفرجش على بارت نمبر 1 يتفرج عليه، لان هو مهم جدا قبل ما يبدا البارت ده. عالم مندل اختار نبات البسله او البي بلانت علشان يعمل التجارب بتاعته لسكس ريزونز احنا قلناهم في الفيديو اللي فات او في بارت نمبر 1. قلنا ان هو ايزي تو بي بلانتد، وان هو اللايف سايكل بتاعته شورت، ومجموعه من الجيف ريزون او مجموعه من سوري الريزونز المهمه اللي اتكلمنا عنها. وقلنا ان في صفات كتير في نبات البسله زي السيد شيب. المهم العالم مندل جاب بيور يلو سيد مع بيور جرين سيد، جاب نبات بسله الحبايه بتاعته لونها اخضر مع سيد تانية الحبايه بتاعتها لونها اصفر، وراح عمل لهم ميتنج، زرعهم، لا عمل بولينيشن، يعني راح للورده دي مثلا الورده بتاعت السيد الصفرة، خدها وراح وداها للسيد الايه الخضرة، واستنى البلانت ده لما يزرع ويطلع انتاج. لقى ان الفيرست جينيريشن اللي طالع من الابناء، لقى ان البسله اللي طالعه كلها لونها يلو. يعني شايفين الصورتين دول، الراجل العالم مندل عمل ايه؟ جاب البسله الصفراء مع البسله الخضراء وعمل لهم سيلف بولينيشن، لقى ان كل الاجيال اللي طالعه السيد بتاعتها في الفيرست جينيريشن الجيل كله طالع اصفر، وخد اتنين من الجيل الاول ده وجوزهم لبعض، لان كل الجينريشن اللي طالع اللي هو السكند جينريشن بقى، يعني ده كده البيرنت طلع لي الفيرست جينريشن، والفيرست جينريشن طلع لي السكند جينريشن، السكند جينريشن طلع كله بنسبه 3 to 1، 3 يلو مع 1 اي جرين. ده كان ملخص اللي احنا شرحناه في البارت الاول. رجاء اللي مش فاهم اللي احنا بنقوله يرجع للبارت نمبر 1 هيفهم كل الكلام ده. السؤال بقى هنا، هو ليه البسلة طلعت في الجيل الاول او في الفيرست جينيريشن كلها يلو، وليه البسلة طلعت في الجيل التاني بنسبة 3 to 1؟ هنا بقى تعالوا نلعب لعبة، تعالوا نلعب لعبة كده ايه بسيطة. علشان تفهم ليه الجيل الاول كله طلع يلو، تعال نسمي الصفة اللي هي السيد اللي لونها اصفر، هنعبر عن مش انت عندك السيد نوعين، لاما يكون لونها اصفر لاما يكون لونها اخضر، اللي هي حباية البسلة نفسها، لاما تكون صفرة لاما تكون خضرة. فلو حباية البسلة دي صفرة هنسمي اللون الاصفر ده واي كابيتال، ولو حباية البسلة دي لونها اخضر هنسمي اللون الاخضر واي سمول. كده انت عندك ايه؟ صفتين، صفة اسمها واي كابيتال، والصفة التانية اسمها ايه؟ واي سمول. يعني الاصفر واي كابيتال والاخضر واي سمول. العالم مندل لما جه عمل التجربة، هو راح لنبات بسلة لونه أصفر، يعني راح جاب بسلاية لونها أصفر بيور أو بيور يلو،
يعني ايه بيور يلو؟ يعني الاب بتاع الصفرة دي كان يلو والام كانت يلو، يعني الجين بتاعه او الصفة بتاعته كانت يلو يلو، هي بيور، وهنسميها واي كابيتال. واي كابيتال، واي واي كابيتال دي الصفة البيور يلو. يعني ايه بيور يلو؟ ركز معايا، انت علشان تعبر عن اي صفة لازم تعبر عنها بتو جينز. يعني ايه تو جينز؟ دي الحباية بتاعت البسلة الصفرة. الحباية بتاعت البسلة الصفرة دي، خلينا نتكلم كده، هنتكلم بأسلوب نفهم بيه بس مع بعض الدرس. الحباية الصفرة دي قبل ما تطلع راحت للأب قالت له انا عاوز اخد صفة اللون منك، فقال لها انا هديك الصفة اليلو، يبقى الواي الاولانية الواي كابيتال دي، احنا اتفقنا واي كابيتال يعني يلو. وراحت للام عشان تاخد الصفة برضو بتاعت اللون، قالت لها انا كمان هديك اللون الاصفر، فبقى الاب والام مدينها اليلو، فبقى خدت يلو ويلو، اسمها واي كابيتال واي كابيتال، دي اسمها بيور يلو. الراجل ده لما جه عمل التجربة عملها ما بين بيور يلو مع بيور جرين. يعني ايه بيور جرين؟ يعني واي واي سمول. يعني هو لما عمل التجربة دي عملها بين واي واي كابيتال، يعني ما بين بيور يلو مع بيور جرين. شايف الشكلين اللي انا عملتهم دول؟ هما دول بالظبط، هما الصفة اليلو دي اسمها واي كابيتال واي كابيتال، انما الجرين دي واي سمول يعني جرين، هي جرين بيور، يعني الاب كان جرين والام كانت جرين. فلو انت بتتكلم على واي واي كابيتال انت كده قصدك، كده قصدك على بيور يلو. يعني مندل لما عمل التجربه عملها ما بين بيور يلو اللي هي واي واي كابيتال، هنسميها واي واي كابيتال، وبيور جرين اللي هي واي واي سمول. ايه الواي واي كابيتال؟ انت بتعبر على اي صفه بتو جينز، بصفتين، هو لازم يروح للاب يشوف اللون بتاعه ايه والام تشوف اللون بتاعها ايه. فهنا الاب والام ادوا له اليلو، فهو بيور يلو، ما عندوش اي لون تاني، ده كده بيور يلو وده بيور جرين. فمندل لما عمل التجربه عملها ما بين بيور يلو وبيور يلو، وده اساس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. وبالتالي لو انت جيت اتكلمت في الموضوع ده هنا، الاب لو عاوز، طبعا لو انا عملت ميتنج ما بين الاتنين دول، انا جوزت الاتنين دول لبعض، الابناء اللي هتطلع هتعمل ايه؟ حبة البسلة اللي هتطلع هتروح، ده هنعتبره الفاذر ودي هنعتبرها الايه؟ المازر. يعني اليلو ده هنعتبره الايه؟ الفاذر، والجرين هنعتبره المذر. فالبسلة اللي هتطلع هتروح الاول للاب تقول له انا عاوزة صفة اللون، يقول لها بصي انا اصلا ما عنديش غير اليلو اللي اديهولك، ما هو انا يلو بيور، انا الاب يلو بيور، ما عنديش غير اليلو اقدمه لك، فانا هخلي لونك اصفر. وتروح للام تقول لها انا عاوز صفة اللون، فتقول لها بصي انا اصلا ما عنديش غير الجرين اللي هو الواي سمول، ما هو الواي سمول ده جرين والواي كابيتال ده يلو. نقول تاني، اي صفة بيتعبر عنها بتو جينز بصفتين من الاب والام، فلو انت بتتكلم عن بيور يلو هيبقى اسمه واي واي كابيتال، لان الواي كابيتال دي معناها يلو، فاليلو بيور هو الاب كان يلو والام كانت يلو، او الاب اداله اليلو والام ادته اليلو، فسميناها واي كابيتال واي كابيتال. وعمل التزاوج ده مع واي سمول اللي هو الجرين، عمل التزاوج ده مع بيور جرين، هو جاب يلو مع جرين، فراح الجرين بنعبر عنه بواي سمول واي سمول. فلما اتجوز الاتنين دول لبعض، الابناء اللي هتطلع هتروح تسال الاب تقول له يا بابا انا عاوزه اللون، فيقول لها انا ما عنديش جاميتس، دي هنديها الجي دي معناها جاميتس اللي احنا خدناها في الترم الاول، ما عنديش صفات غير اليلو والجرين، تقول لها انا ما عنديش صفات غير الجرين. فبالتالي الولد اللي يطلع، يطلع ايه؟ يطلع من هنا واخد الواي ده كده ما عندوش غير الايه؟ الواي يقدمه، وده ما عندوش غير الايه؟ طبعا دي واي كابيتال، وده ما عندوش غير الواي سمول يقدمه، صح ولا لا؟ ده ما عندوش غير اليلو يقدمه، وده ما عندوش غير الواي يقدمه اللي هو الجرين. فيطلع كل الابناء واخدين من الاب اللون الاصفر، ماشي، سوري،
يطلع كل الأبناء واخدين من الأب اللون ال اليلو اللي هو الواي كابيتال، واخدين من الأم الجرين اللي هو الواي سمول، فيطلع كل الأولاد ايه؟ عبارة عن واي كابيتال واي سمول. كل الأبناء هيطلعوا ايه؟ واي كابيتال واي سمول. يعني ايه واي كابيتال واي سمول؟ يعني الأب كان عنده ما عندوش صفات غير اليلو، والأم ما عندها صفات غير الجرين، فيطلع كل الأبناء واي كابيتال واي سمول. ايه مقصودك بكلمة واي كابيتال واي سمول؟ يعني الطفل اللي طالع او الفيرست جينيريشن، مش طفل بقى طبعا، البلانت اللي طالع في الصفات الصفرة والصفات الخضرة، جاب الصفات الصفرة منين؟ جابها من الأب. وجاب الصفات الخضرة منين؟ من الأم. فبقى اسمه هايبرد يلو. يعني ايه هايبرد يلو؟ كلمة هايبرد او هايبرد يلو ان هو هجين، يعني كان الأب أصفر بيور والأم كانت، أو الأب كان بيور يلو والأم كانت بيور جرين، فده اداله صفة اليلو وده اديته صفة الايه؟ الجرين. سؤال بقى، لو أنا عندي نبات، النبات ده شايل الصفتين جواه، كان أبوه أصفر وأمه خضرة، وهو شايل من الأب الأصفر وشايل من الأم الأخضر، يظهر لونه إيه؟ يظهر لونه أصفر ولا يظهر لونه أخضر؟ هنا بقى نرجع لقصة الإيه؟ قصة الدوميننت تريتس. هو أنت لو عندك بلانت والبلانت ده السيد بتاعته لونها أصفر واللون ده أو السيد دي شايل الأصفر والأخضر جواها، شايل اليلو والجرين، تظهر يلو ولا تظهر جرين؟ تظهر يلو. ليه هتظهر يلو؟ لأن أنت عندك صفات اسمها دوميننت تريتس. أنت نسيت الدوميننت تريتس؟ إحنا اتفقنا إن في صفات دوميننت وفي صفات ريسيسيف. الصفات الدوميننت لو موجودة تظهر، يعني لو عندك سيد، السيد دي هايبرد يلو. يعني ايه هايبرد يلو؟ يعني واي كابيتال واي سمول. ما هو انت عندك حاجة اسمها بيور يلو اللي هو واي كابيتال واي كابيتال، وعندك بيور جرين اللي هو واي سمول واي سمول، انما عندك حاجة تالتة اسمها هايبرد يلو. الهايبرد يلو هو لونه اصفر، بس هو لونه اصفر ليه؟ لان هو شايل الجينين، شايل الاصفر وشايل الاخضر، الاصفر جايبه من البيرنت الاولاني والاخضر جايبه من البيرنت التاني، بس هيظهر يلو. هيظهر يلو ليه؟ لان انا غصب عني اظهر يلو مدام عندي في الصفات بتاعتي يلو وجرين. لو انا عندي يلو وجرين لازم اظهر يلو، لان الصفة اليلو دي صفة اسمها دوميننت تريت، صفة غلبة تغلب على اللون اللي طالع. يبقى مدام اللي طالع في الصفتين في اليلو والجرين لازم يظهر اصفر. طب هو جاب اليلو والجرين منين؟ جابهم من الاب والام. هو الاب كان بيور يلو والام كانت بيور جرين، فلما اتجوزوا مع بعض ادى الاب للابن اللي طالع او البلانت اللي طالع اداله صفه اليلو والام ادته صفه الايه؟ الجرين. ما هو لازم ياخد من الاثنين صفه اللون، يروح لده ياخد صفه اللون ويروح لده ياخد صفه اللون. فلما راح للاب قال له انا ما عنديش غير اليلو اقدمه لك، اتفضل اليلو اللي هو الواي كابيتال، وراح للام قالت له انا ما عنديش غير صفه الجرين فاتفضل اللي هو سمول، فبقى الابن اللي طالع في صفه اللون، اللي طالع في صفه السيد كولر، طالع واي كابيتال واي سمول، ولا بنسميه بيور جرين ولا بنسميه بيور يلو، بنسميه هايبرد يلو. كلمه يلو ليه؟ علشان هو فيه اليلو وفيه جرين، واليلو يكسب لان اليلو ده دوميننت تريت. فكل الابناء اللي طلعوا من الفيرست جينيريشن، طبعا ده دول البيرنتس اللي انا معلم عليهم، دول الايه؟ البيرنتس. ولما انا عملت لهم ريبرودكشن لما انا عملت لهم ميتنج طلع لي فيرست جينيريشن، ده الفيرست جينيريشن، طلع كل الفيرست جينيريشن يلو، بس هل بيور يلو؟ لا، هايبرد يلو. وده يفسر لنا فكره ان ليه البسله لما مندل زرع الفيرست جينيريشن شوفوا هنا بقى الرسمه اهي، ودي بتيجي في الامتحان دايما، يقول لك لو انت عملت بولينيشن او ميتنج ما بين بيور يلو سيد مع بيور جرين سيد، ايه اللي يطلع؟ طيب البيور يلو ده ما عندوش غير يلو يقدمه، الجي دي معناها جاميتس، ما عندوش جاميتس غير اليلو يقدمها. طب والجرين؟ ما عندهاش غير الجرين تقدمها اللي هي الواي سمول. فكل الولاد في الفيرست جينيريشن، الانتاج في الفيرست جينيريشن يطلع ايه؟ يلو هايبرد يلو، سوري، يلو هايبرد سيد. وده يفسر لنا الصوره اللي كنا بنتكلم عنها هنا،
اللي هي لما مندل عمل الميتنج الاولاني ما بين الجرين سيد واليلو سيد، طلع كل السيدس في الاول يلو. ما هو الاب ما عندوش غير يلو يقدمه، والام ما عندهاش غير جرين تقدمها، فكلهم هيتلونوا يلو عشان اليلو ده صفة دوميننت. طيب لحد هنا احنا فاهمين ان الصغيرين دول اللي هم طالعين دول كلهم واي كابيتال واي سمول، واي كابيتال واي سمول، واي كابيتال من الاب اللي هو ده واي كابيتال واي كابيتال، وده واي سمول واي سمول. فده ادى اليلو، ادى الواي كابيتال وده الواي، وده ده الواي سمول. فده كده ده مع ده هيدينا واي كابيتال واي سمول. فاهمين فاهمين الفكره؟ ما هو ده ما عندوش غير واي كابيتال يقدمه اللي هي دي، وده ما عندوش غير واي سمول يقدمه في اللي هي دي، فكل الولاد طالعين واي كابيتال واي سمول، واخد الواي كابيتال اللي هي اليلو من الاب والواي سمول من الام. ده الفيرست جينيريشن. السكند جينيريشن بقى تعالوا نفكر، هنا بقى انا هبتدي اشتغل على السكند جينيريشن. فعلشان تعمل السكند جينيريشن لازم تجيب اتنين من الفيرست جينيريشن، هتجيب اب وام من الفيرست جينيريشن اللي هم كلهم ايه، اللي هم كلهم واي كابيتال واي سمول، اللي هم كلهم هايبرد يلو. ما هو الفيرست جينيريشن كله طالع هايبرد يلو، فانا خدت اتنين هايبرد يلو عشان اعمل لهم ميتنج. بس هنا لحظه، انت لما كنت بتتكلم في الفيرست جينيريشن كنت بتقول لي ان الاب والام ما عندهمش غير صفه واحده بس يقدموها، اللي هي صفه ايه؟ اللي هي صفه الايه، اللون. كان الاب ما عندوش غير اليلو يقدمه، والام ما كانش عندها غير اليلو تقدمه، فطلع كل الولاد واي كابيتال واي سمول هايبرد يلو. انا بقى هاخد الهايبرد يلو ده، هاخد منه نسخه ماشي من الهايبرد يلو، واروح ان انا اجوزهم لبعض. خدت اتنين منهم وهجوزهم لبعض، اعمل لهم ميتنج. هنا بقى نرجع لنفس اللعبه تاني. هو ده الاب، لو اعتبرنا ان ده الاب وده الام، الاب عنده ايه يقدمه؟ الاب عنده الصفتين، عنده اليلو وعنده الجرين. فاما يقدم يلو يا اما يقدم ايه؟ جرين. ما هو الواي كابيتال معناها يلو، والواي سمول معناها جرين، والام عندها ايه؟ الام نفس الكلام، لا اما تقدم واي كابيتال يا اما تقدم واي سمول. فاهمين اللي انا بعمله ولا لا؟ انا بقول ايه؟ انا بقول ان انا هعمل ميتنج ما بين الفيرست جينيريشن، خدت اتنين من الهايبرد يلو ورحت جوزتهم لبعض. فقبل ما نعرف ايه اللي هيطلع لازم افهم الجاميتس اللي ممكن تكون متاحه عندي. فالاب ده ممكن يقدم للولاد لا اما يلو يا جرين، فاليلو واي كابيتال والجرين واي سمول، والام نفس الكلام عندها اليلو والجرين. طيب الابن اللي هيطلع بقى تعالوا نفكر، هنا بقى الفيرست جينيريشن هيظهر. يجي الاب، او مش الاب بقى، يجي الابن اللي هيطلع يروح للاب اللي هو عنده الصفتين دول، يقول له انا عاوز صفة اللون، يقول له اتفضل انا هخليك اصفر، مش انا عندي الاصفر والاخضر، انا هخليك اصفر. ويروح للام اللي هي دي، يقول لها لو سمحتي انا عاوز صفة اللون، ما انا لازم اخد صفة اللون منكم انتوا الاتنين. فتقول له انا كمان هخليك اصفر. فيطلع الابن واخد من الاب الواي كابيتال واخد من الام الواي كابيتال، فيطلع اسمه ايه؟ يطلع اسمه واي كابيتال واي كابيتال. يبقى ده اول واحد هيطلع ايه؟ اصفر. ليه اصفر؟ لان الاب اداله اصفر، والاب اداله الصفه اليلو، والام ادته الصفه اليلو، بقى يلو سيد، الحبايه بتاعته اصفر. الاحتمال التاني ان الاب يقول له انا هديك الايه؟ اللون الاصفر، بس الام تقول له معلش انا هديك اللون الاخضر. فالابن هنا هيكون اسمه ايه؟ هو راح للاب قال له انا هديك اللون الاصفر، وراح للام قالت له انا هديك اللون الاخضر. فالابن هنا هيطلع اسمه ايه؟ هيطلع اسمه واي كابيتال واي سمول. واي كابيتال منين؟ من الاب. واي سمول منين؟ من الام. وبنسميه في الحاله دي ايه؟ بنسميه هايبرد يلو، صح ولا لا؟
الحالة التالتة إن هو يروح للأب يقول له أنا مش هديك أصفر أصلا، أنا هديك أخضر، والأم تقول له أنا هديك الأصفر، فيطلع اسمه إيه؟ يطلع اسمه واي كابيتال واي سمول برضه، ما هو الصفة الدوميننت بنكتبها الأول، فيطلع اسمه إيه؟ يطلع اسمه واي كابيتال واي سمول. فاهمين أنا بعمل إيه؟ الأول هو راح للأب قال له أنا عاوز صفة اللون، قال له خد الايه، خد اليلو مع، والام اديته اليلو برضه بقى اسمه واي كابيتال واي كابيتال. الحاله الثانيه راح الاب اداله اليلو والام اديته الجرين بقى اسمه واي كابيتال واي سمول، اللي هو اليلو والجرين مع بعض. او يروح للاب يقول له انا عاوز الصفه، يقول له خد الاخضر، ما انا عندي الاخضر والاصفر، ويروح الام تقول له خد الاصفر، فيطلع واي كابيتال واي سمول. او الحاله الاخيره ان يروح للاب يقول له خد الاصفر الاخضر، ويروح الام تقول له خد الاخضر برضه، يعني يروح الاب يقول له خد الجرين والام تقول له خد الجرين برضو، فيطلع بيور جرين. بيور جرين ليه؟ لانه واخد من الاب اللون الاخضر وواخد من الام اللون الاخضر. نقول تاني، مندل لما عمل التجربة، عمل التجربة ما بين بيور يلو مع بيور جرين، كان الاب ما عندوش غير بيور يلو يقدمه والام ما عندهاش غير بيور جرين تقدمه، فالابن طلع هايبرد يلو اللي هو واي كابيتال واي سمول، خدت اتنين من الهايبرد جوزتهم لبعض. في حاله الهايبرد كده الاب عنده الاصفر والاخضر، ولكن ظاهر عليه الاصفر لان اليلو ده هو الدوميننت تريد، فعنده الاصفر يقدمه او الاخضر. الام عندها نفس الكلام لان هي هايبرد هي كمان، فعندها واي كابيتال وعندها واي سمول، عندها يلو وعندها جرين. ففي احتمالات، دول الاربع احتمالات اللي ممكن يحصلوا، ان الاب يدي يلو والام تدي يلو، ففي الحاله دي بيطلع لي بيور يلو، او ان الاب يدي يلو والام تدي جرين وفي الحاله دي هيطلع لي هايبرد يلو، او ان الاب يدي جرين والام تدي يلو ففي الحاله دي اليلو اللون اليلو اللي هيظهر ويطلع برضه هايبرد يلو، او ان الام تدي جرين والاب يدي جرين ويطلع ويطلع بيور جرين. الابن ده كده اصفر ولا اخضر؟ ده يلو ولا جرين؟ ده يلو. ده كده يلو ولا جرين؟ ده يلو. بس الفرق بين ده وده ايه؟ ان ده يلو بيور وده يلو ايه؟ هايبرد. في النهاية الاتنين يلو. طب ده يلو، يبقى طالع لي تلاتة يلو، ادي اول واحد وادي تاني واحد وادي تالت واحد، دول كده يلو، واحد طالع اخضر، واحد طالع لونه ايه؟ يعني ده كده ده اصفر اهو، وده اصفر عشان فيه اصفر، وده هيطلع لونه ايه؟ اخضر. كده السكند جينيريشن طالع كله بنسبة 3 يلو تو 1 جرين. ده اللي احنا كنا لسه بنقوله من شوية، ان انت عندك واي كابيتال واي سمول واي كابيتال واي سمول، فإما يطلع واي واي كابيتال، لا اما يطلع واي كابيتال واي سمول، لا اما يطلع واي كابيتال واي سمول، لا اما يطلع واي سمول واي سمول. ده السكند جينيريشن. تعالوا نشوف نفس التجربة دي لو عملناها على اكزامبل تاني. انا هألف لكم اكزامبل بيجي في الامتحانات دايما، او هقول لكم على اكزامبل بيجي في الامتحانات دايما. تعالوا نعمل تجربة مندل على تعالوا نعمل تجربة مندل على بلانت طول مع بلانت شورت. انا عاوز بس سؤال من الاسئلة اللي على الدرس ده اهو. بص كده، في التجربة دي هو جايب طول مع شورت، جايب بيور طول مع بيور شورت. البيور طول معناها تي كابيتال، البيور طول معناها تي كابيتال تي كابيتال، والبيور شورت معناها تي سمول تي سمول. نفس اللعبة اللي فاتت، واي كابيتال يعني يلو، واي سمول يعني جرين. هنا واي كابيتال يعني طول، واي شورت يعني ايه؟ سوري، واي كابيتال يعني طول، واي سمول يعني شورت. هي اتلخبط شوية. ده كده التجربة الأولى بتاعت مندل. هنشوف الفيرست جنريشن هيطلع ايه. الأب ما عندوش غير التي قدمه، التي كابيتال بقى اللي هو الطول، ما عندوش غير ان الايه يقدم الصفة الطول، والأم ما عندهاش غير الصفة الشورت. فكل الأبناء هتطلع إيه؟ كل الأبناء هتطلع تي كابيتال تي سمول.
طب تي كابيتال تي سمول معناها ان النبات ده هيطلع طويل ولا قصير؟ يطلع طويل، ما الطول دي صفة دوميننت. طيب هاخد اتنين من ده ماشي واروح اجوزهم لبعض، فاهمين انا بعمل ايه؟ طيب الاولاني ده اللي هو الاب ده عنده ايه يقدمه؟ عنده صفة الطول وصفة القصر في نفس الوقت، لان هو كده هايبرد، فيا اما يقدم طول يا اما يقدم شورت. والام نفس كمان، لا اما تقدم طول لا اما تقدم ايه شورت. فتعال نشوف النسبة اللي هتطلع بقى، يا اما اللي يطلع ده يكون تي كابيتال، بلاش اللون الاخضر بقى عشان ما يلخبطكوش، لا اما يطلع تي كابيتال، تي كابيتال خلاص هنسميه تي كابيتال، تي كابيتال، او يطلع تي كابيتال تي سمول، او يطلع تي سمول تي كابيتال، وفي الحاله دي هنكتبه تي كابيتال تي سمول عشان الكابيتال بيكتب الاول، او يطلع تي سمول تي سمول. التي سمول تي سمول دي اكيد ان هو شورت، ده كده بيور تول وده هايبرد تول وده هايبرد تول وده بيور شورت. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا فكره طبعا هنا خلاص احنا هنا فهمنا السؤال ده ممكن يتحل ازاي. هنكمل الدرس ده في بارت نمبر 3 ان شاء الله، وهو اتمنى ان انتوا تفتحوا الكتب الخارجيه وتتدربوا على فكره التوزيع اللي اتدربنا عليها دلوقتي. ان شاء الله في البارت اللي جاي هنتدرب على اخر جزء في الدرس ده، وهو درس ان شاء الله يكون سهل واسئلته بتيجي سهله خالص. ان شاء الله نكون مع بعض في بارت نمبر 3. كنت معكم مستر احمد الباشا، باي باي.